كله هيسأل يعني ايه زراعة اسنان. طب زراعة الاسنان دي بتتم ازاي؟ ايه كمان الالات او الاحدث الاجهزة اللي بتستخدم فيها؟ تمام، انا هشرح واحدة واحدة ايه زراعة الاسنان لان الناس بتبقى خايفة منها شوية جدا. هو سيمبلي الضرس بيبقى خلاص اللي فقد ضرسه او الضرس مش موجود، بنركب له ضرس مكانه او سنه في القدام فقط سنانه بنركب له سنه مكانها، يا اما عشان الضحك يا اما عشان الفانكشن او الاكل. سيمبلي بنركب دعامه جوه العظم وبعد كده مستنى العظم يمسك او يلم على الدعامه دي ونركب فوقيها الكراون او الضرس. تمام تمام، يعني بيتشال الجزء المتبقي من الضرس ولا يعني بنكمل عليه؟ تمام، يعني هو المريض لو كان خلع ضرسه من زمان من 5 سنين او 10 سنين خلاص بنبدا نتجه للزراعه على طول، اما لو كان الضرس مكسور او في جدر متبقي جوه او حاجه بنشيله. لو طبعا ما ينفعش نريستورت او نرجع نبني فوقيه نكمل عليه لو ما ينفعش بنرجع نشيله ونبدا نعمل زراعه الاسنان. طيب الاجهزه بقى المستخدمه في زراعه الاسنان، يعني كله يقول بقى متعود ان دكاتره الاسنان دايما بيخافوا يروحوا، كل الادوات بتاعته انخبط وتكسير ومش عارفه ايه. تمام، فبيكون في خوف عند الناس. تمام، هو طبعا زمان كان الموضوع اصعب شويه، كنا بنضطر عشان نحط نعمل زراعه الاسنان نضطر نفتح اللثه وبعد كده نحط الدعامه جوه العظم وبعد كده نقفل اللثه ونخيط. دلوقتي مع التكنولوجيز والدنيا كلها اتطورت بقى الموضوع من غير جراحة، مش محتاجين نعمل جراحة. احنا باي كمبيوتر بنعمل حاجة اسمها كمبيوتر جايدد سيرجي، ان انا احط الامبلانت ثرو ستنت او الدعامة بتاعتي او الزرعة ثرو ستنت موجودة الكمبيوتر عملها لي، ما بحتاجش افتح في اللثة ولا بحتاج اخيط بعد كده. وباي ليزر الدنيا بتبقى بسيطة وخفيفة جدا بعد ما بعمل الدريلينج او بعد ما بعمل المكان بتاع الدعامة بالظبط بركبه. ودلوقتي كمان بقيت ينفع اركب الكراون في ساعتها فوق الدعامه في نفس الفيزيت ونبقى خلصنا كل حاجه. يعني بالليزر ده اكيد دي حاجه جميله جدا، الناس كانوا بيخافوا من الخياطه وبتعمل مشاكل بعد كده كتير. بالظبط، كان في خوف من الخياطه او الوجع اللي بيجي بعد كده بسبب الخياطه والحاجات دي، دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده خالص، ممكن في 10 دقائق ربع ساعه يكون مخلص الامبلانت والكراون اللي فوقيها وبعد كده ما يحتاجش يعمل حاجه ثانيه. طيب وقت جميل جدا، كانوا بيخافوا من الساعات. بالظبط. طيب دكتور، عمر المريض يعني بيتاثر في زراعه الاسنان ولا اي عمر، يعني صغار زي الكبار ولا في عمر معين؟ هو العمر مش ايشو عندنا في الزراعه طول ما هو فيزيكالي كويس وما عندوش اي امراض تانيه. احنا طبعا قبل ما بنعمل زراعه بنعمل التحاليل بتاعتنا كلها والاشعاعات، لو الاشعاعات كويسه لو في عظم كويس ولو التحاليل هو فري من الحاجات اللي احنا بنطلبها بنبدا نبروسيد على طول في الامبلانتس او في الزراعه من غير مشاكل. العمر مش ايشو، لو سنه كبير قوي 80 سنه 90 سنه مفيش مشكله طول ما هو السن بتاعه كويس. لو صغير هو اللي ما ينفعش الا لما يعدي مرحله البلوغ عشان يبقى خلاص وشه كله اتكون اكتمل وحجم بقه اكتمل وحجم اسنانه كبرت فنقدر نحط الزراعه. تمام، يعني انما السن المتاخر او الكبار عادي معاهم مفيش مشكله خالص، اي مشاكل خالص 80 سنه 90 سنه مفيش مشكله طول ما هو التحاليل بتاعته كويسه. هو فعلا يعني من بعد ال 60 بيبتدوا في مشاكل كتير. بالظبط، يعني هي المشكله ما بتبقاش في السن، المشكله ممكن يبقى سكره متلخبط عنده، هي نتيجه مرض تاني موجود. بالظبط، انما مش نتيجه السن. لو ظبطنا الامراض التانيه يعني سايله واحد سنه كبير بس سكره متلخبط واحنا ظبطنا السكر هنقدر نحط له الزراعه وهو سنه كبير عادي ومفيش منها مشاكل برضه. طيب كويس، وش خير يطمنه ومفيش جراحه زي حضرتك قلت.